عقد مجلس النواب اليوم جلسة رقابية أجابت خلالها الحكومة على استفسارات وجهها نواب في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية، حيث اكتفى بعض النواب بأجوبة الوزير المختص فيما ارتأى آخرون تحويل أسئلتهم إلى استجوابات. المزيد في تقرير جورج برهام. جلسة رقابية لمجلس النواب وأسئلة عديدة تمت مناقشتها وقضايا أثارت الرأي العام، ومنها قضية المسكوكات وتصريحات الحكومة حول توفير فرص عمل للاجئين السوريين ومخرجات مؤتمر لندن للمانحين وانعكاسها على الأردن في شتى المجالات. النائب محمد البدري وجه سؤالا للحكومة حول الإجراءات التي تتخذها للحد من مخاطر حوادث الطيران بحكم قرب مطار تمناع الإسرائيلي من مطار الملك حسين في العقبة. ليجيب وزير النقل أيمن حتاحت بأن مشروع مطار تمناع مرفوض جملة وتفصيلا من الحكومة الأردنية. لا يمكن ويتعذر على سلطة الطيران المدني العمل على أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي للتنسيق من هذه المخاطر. أما بشأن اتفاقية جلوبال إنيرجي الإسرائيلية وقضية توريدها الغاز للمملكة، فقد طالب بعض النواب بعقد جلسة مناقشة عامة حول الموضوع وتفويض رئاسة المجلس والمكتب الدائم لتحديد موعد لهذه الجلسة. النائب نايف الخزاعلة وجه سؤالا حول عدد السيارات المستخدمة في كل المؤسسات الحكومية وسبب وجود سيارات تحمل النمرة البيضاء. وزير النقل أجاب بأن تلك السيارات وعددها 505 هي سيارات مسجلة على حساب بعض المشاريع. وزير العمل الدكتور نضال القطمين كشف أن تشغيل السوريين يخفف على الحكومة عبء المتابعة فيما يتعلق بتصاريح العمل، وأن تشغيل ما يقارب 200 ألف سوري لن يؤثر على العمالة الأردنية. لن تمس نسب العمالة الأردنية في أي مهنة أو أي قطاع، العمالة الأردنية ستبقى كما هي. أما بخصوص قضية المسكوكات، رجح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور بأنها تعود لعام 2001-2002، أي أنها ليست في عهد حكومته. هذه القطع الذهبية موزعة على عدد من المتاحف، قد يكون 9 متاحف، واستبدلت بمثائلها مزورة تزوير صب، ثبت أنها مزورة، الموجودات ثبت، شكلت لجان درست وتأكدت، لجان فنية علمية، وقالت نعم مزورة. فإذا جرى يعني السطو عليها. متى جرى السطو عليها؟ هذا سيثبت التحقيق. مؤتمر لندن للمانحين أثار أسئلة كثيرة من النواب حول كيفية تصرف الحكومة بمبلغ المنح والأثمان التي سيدفعها الأردن وعن مدى مساهمته في تخفيف أعباء اللجوء، وتخوفات نيابية من تصريحات سور حول فرص عمل للسوريين واعتبارها تمهيدا للتوطين. جلسة نيابية صاخبة تضمنت العديد من النقاط الجدلية التي ينظر إليها بعض النواب بأنها يكتنفها الغموض وبحاجة إلى مزيد من التوضيح من قبل الحكومة، وتساؤلات كثيرة برسم الإجابة. جورج برهم، رؤيا